وديع، قلت لك اتركني لحالي هلا ومشان الله. وديع والله العظيم جسمي كله عم يرجف من كتر ماني معصبة. شو الشغلة بالغسل؟ لا هاد، وانا قلت لك انه بدك تطول بالك علي شوي. وديع اتركني مشان الله. آدم حبيبي، أنت هون؟ أنت ليه هون؟ شو عم تعمل هون؟ كيف أجيت؟ منين طلعت؟ ما بس بدي شمت ريحتك، بدي اسمع صوت نفسك ليلى. كثير مشتاق لك، انا كثير مشتاق لك. أنا عم بحلم شي، أنت هون عن جد. كيف جهل؟ باكي أنا رح روح هلا، وبكره رح لاقي طريقة أشوفك فيها ونحكي. بعرف انه في كثير اسئله هلا عم تخطر على بالك. انا صاحب هذا المكان، بكره رح شوفك اكيد ونحكي بكثير شغلات لازم نحكي.